متابعينا عبر شبكة رؤية، مرحبا بكم وسهلا معنا في جولة جديدة من السؤالات مع حمزة. تتميز المائدة الموريتانية التقليدية بمجموعة من الوجبات الغنية واللذيذة واللي ما زالت حاضرة على موائد الأسر الموريتانية إلى وقت قريب. هذه الوجبات هي موضوع سؤالاتنا اليوم، طرحناها على الجمهور وهاو نشوفوا كيف كانت الإجابات. واللي تعرف بالقمان؟ بالقمان نعرف زريقة تعود معاه في ما هي قليلة. ما هي قليلة سبحان الله. ما يقلي بطة من قرية مجور فيها سيو من مو قال بقلام. شكرا لك. قولي تعرف سنقتي؟ سنقتي من الله. سنقتي ما قد سمعت بي؟ ما قد سمعت. تعرف من بربلي؟ نعرفه بعد. شن هو؟ بربلي واس نشرب تعدل من الشركاش وفيها جنبص وفيها أدلقان. طعمتها شكيفتها؟ طعمتها لكي طعم الشخنوف؟ كي طعم الشخنوف. شخنوف شنو؟ هو زي تعد من القمح تنطحن ودقيق. او قول لي تعرف بالقمان؟ بالقمان نعرفه ما. شنو عايد؟ الزرع مقلمن يعد ما هو مطحون حتى وينطيب يعد ينقالوا بالقمان. هذا هو بالقمان؟ كنت شاكل انا اعرف. او قول لي تعرف هاكو؟ هاكو نعرفه با. هاكو الورق ندال عليه شمنقرته وندال على باسي وينقال له هاكو نقولوا هذا نحن لافطون. حق الله. ايوا قول لي تعرف مبربلي؟ مبربلي ما نعرفه. مبربلي ما تعرفه؟ ما انا الله للاسف ما نعرفه. ايوا تعرف سنقتي؟ سنقتي ما نعرفه. قد شربت سنقتي؟ ما نعرفه قد شربته ما نعرف بيه. دقنو تعرفه؟ دقنو الاسم بعده قد سمعته يا غير ماني. ايش ظاهر لك عن دقنو؟ دقنو واحد لانه فيه الكارور. بالاقمام؟ بالاقمام ما هو موضع؟ ما هو موضع بلاصة مثلا قرية والله شيء. جبريل تعرف هاكو؟ هاكو والله نعرفه. هاكو شنو؟ هاكو شيء يعني فيها مو حسانية. قولوا لي بولار شنو؟ قال له هاكو يقارش كيفته شو عدل من ناس؟ عدل من هاي قرته و اسمه؟ والله وفي شوي من جاي بوي ودقيق ودقيق وشوي من هاي اسمه؟ شن قالوا مولف ما أوله اسمه مولف هاكو شنو شنو طبعا شنو يتكون من ايش الوجبة؟ يتكون من أوراق 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 دلقان واللحام عندي نو أمور ذا كيفته يندار عد الصوص يندار على باسي ذا وين نعرف أنا عنه. تعرف هاكو؟ هي نعرفه هاكو يعدل من باسي وذا الشيء لخلطه ذا الشيء عدى من باسي ولا خلط ولا شيء. زين قول لي تعرف مبربلي؟ مبربلي شنو هو؟ مبربلي ما نعرفه، مبربلي تنقال ايش؟ قول لي تعرف سنقتي؟ ما نعرف الكسور. الكسور. سنقتي ما تعرفه؟ ما نعرف، غير نعرف الكسور بعد. اي الكسور خالقين يقر قول لي تعرف سنقتي؟ سنقتي ما نعرفه. ايش ظاهر لك عنه؟ لا اللي عنه دود ليش من خلط الاوراق وش المهم. لا قسم دورك شنو؟ قول لي تعرف دقنو؟ دقنو شنو؟ دقنو؟ اين مناش؟ اين مناش؟ دورك تقول لي كانك سمعت قط سمعت بيه ولا ما قطيت سمعت بيه تقنو ما قطيت سمعت نعرف تقنو من كلام بومبارا بعد قال تقنو كي وجبه ولا ايش ما نعرف. قول لي تعرف تعرف شرشم؟ شرشم نعرفه. شرشم معروف كرقاج يعرفه. يقال يعدل مناش؟ يعدل الناش عدل من الناش عدل دقيق وكي نشي وذا الشيء حق تو. او قول لي تعرف الكتله؟ كتله ما نعرف كتله الشيء كتله بوا كذا لا تراث والله شو لا تراث موريتاني ما عرفت انا ماشي انا قاعد. تعرف سنقتي؟ ما انا الله خلي عنه ما نعرف سنقتي ما تعرفه؟ ما انا ما قد شربته؟ ينشرد ها؟ ينشرد ها؟ وقول لي تعرف دقنو؟ ما انا الله ما ادري ما اعرف، الا سامي منين جايبين؟ السنسير ما هو مسميات مرتين ما هو مسميات؟ ما هو مسميات ما قد سمعت بهم؟ ما انا ما قد دخلوا بهم. او تعرف بالقمان؟ بالقمان نعرف غالي علي كاع عمري. او شنو بالقمان؟ بالقمان من قد نقول لك بعد يعادل من ايش؟ يعادل من القمح مدقوق وغالي المكون الاخر عاد به ما نعرف بعد ناكله. قال ما نعرف مكون الاخر. ايوه قول لي تعرف هاكو؟
هاكو هاكو اعطيني والله. قول لي تعرف تعرف هاكو؟ هاكو ما نعرف حقيقة. ايوا معناها ما تعرف مبربلي؟ مبربلي ملي ما نعرف مسمياتك يا خويا. قول لي من شيء انت ملي ما شرحت لي واحد منهم في نفس الوقت. انا هو اللي دورك انت تشرح لي واحد منهم. انا قلت لك عندي اول مره نسمعهم من عندك. انت تعرف لا بالقمان اكبر نعرف لا بالقمان بيني ناكلو. ايوا قول لي مختار. مختار تعرف سنقتي؟ سنقتي نعرفها قاع بودانا. ايوا شنو سنقتي؟ سنقتي لا شنو شربته عدل؟ شمناش؟ لا شنو شربته؟ شراب. اها. ايوا اش كيفته؟ طعمته اش كيفته؟ واش كيفته؟ تكلمنا عنه شوي. هي لا طعم ما قد حد يوصلها. يا خير معدل مناش سنقتي؟ سنقتي ما واحد ثاني خارج شمن سنقتي ذا الولايات وفيها الزرع وفيها هذا شمن الامور ما هي واحده وخارج شمن سنقتي هذه النعمه. ايه هو يختلف من هو يختلف من بلاصه لبلاصه. ايه وقول لي مختار تعرف دقنو؟ دقنو نعرفوا بعض. نعرفوا بعض يا ليدي. شنو؟ لا هو مي لا هو شنو الزراعه مادي الدار ليدي داني تشرب الضو ترقد. الان انت تشرب الضو ترقد. ايه وقول لي مختار. مختار ترى بالقمان. بالقمان ما انا الله يحصى. ها؟ ما انا الله يحصى بالقمان ما نعرفه. ايش طال لك عنه هذه الوجبه ايش كيفتها؟ يا وجبه يلا لنا. يا وجبه قلت انه رقاش. ايه وقول لي تعرف هاكو؟ هاكو ماني فيه. هاكو ماني فيه. ايه شنو؟ لا سامع بي. لا سامع بي. ما قد كلته؟ ما قد كلته. معي. بالقمان شي قبل الناس الاولى حجلي يصطبحوا بيه. يا قرش كيفته هو معدل منها شنو مكونات بالقمان؟ ما نعرف كبار مكوناته غير نعرف عن ضال عنه معدل من الشركيش والله شالك اليوم. قول لي محمد ان طعمته ايش كيفته؟ طعمته ايش كيفته؟ نوصل لك طعمته؟ لا نعرف عنه بعد يحمون. يحمون؟ والله يعني تاكلوا جعرقان حاله. يعمل زمن ايش تضرب؟ الشتاء والله حوت زمن برد. او قول لي تعرف مبربلي؟ مبربلي؟ سبحان الله صمتين عليا. ما قد سمعت فيه؟ ما قد سمعت. محمد قول لي تعرف سنقتي؟ سبحان الله سبحان الله صرتك. سنقتي شنو هو؟ ما قد سمعت فيه؟ اول مره نسمع فيه. عندك ايوه معنى انك تعرف دقنو؟ دقنو؟ يا ابو سامي انجليزيه والله ما اعرف. او قول لي تعرف مبربلي؟ بربلش الشرقة شوي والله استكبر زع قس دريقال والعدس ذاك شو نعرف من بربلي ما نعرف. تعرفي دقنو؟ ايش ظاهر لك عنه؟ تعقيل شو ما نعرف انت مقزن والله ما نعرفه. بالقمان ظاهر له انه نوع من العيش نوع من العيش وعدل من اللبن والله بعد نعرفه حتى الاسم غير هو نوع من العيش. معدل من الزرع والله من اي ماده اخرى؟ ما نعرف. نعرفه نحن اكثر اهل ادرار والكيرس يعرفوا بالضبط. او قول لي تعرف الكتل؟ لا الكتله تعرف الكتله؟ الكتله روايه تعدل من البلح والتمر وليش. عائشه نختاروك تقولي لنا تعرفي بالقمان؟ بالقمان بالقمان نعرفه بعد احنا نقولوا له الدقلمي. الزرع هذا لين يفوتي وقلمان وندار عليه هذا لقان والشنبان وحدين يقولوا له بلقمان وحدين يقولوا له دقلمي. زين حتى قولي لي تعرفي مبربلي؟ ايه مبربلي لاك ضيم هذا ومبربلي اللي نعدلوا عليه العيش وذنه ينطرح لك. ايه ينطرح ويندار عليه. ايه وقولي لي تعرفي هاكو؟ هاكو نعرفه حتى ما يعرفني قا. ويعدل منها شنو طريق تحضيره؟ هاكو يعدل من ورقه دلقا يندار عليه قرت وحدين يديروا قرته ويديروا الشنبه ويخلطوا وحدين اللي يبغوا يعدلوه على الحوت وحدين اللي يبغوا يعدلوه على اللحم. زين حتى او قولي لي. هكذا اذا كانت اجابات الجمهور. وياك نتعرفوا اكثر على هذه الوجبات وعلى طريقه تحضيرها. تعالوا بينا نطرح السؤالات على شخصيه مختصه في هذا المجال. شاكرين الجمهور بعد على محاولاته جيدة، جابوا محاولات لباس فيهم الجواب على اسم هذه الوجبات والأشربة، ولهن نحاول نعطوهم لهن يعطوهم فيهم بعض أجوبة. نبدأ بدغنو. دغنو هذا شراب من الشراب وخاص بمدينة ولاتة، وهو نوعية من سنقتي
هو سنقتي مهم تبعدي إلا أنه هو يعطي نهارات هو مطروح وفيه اللبن الرايب ياكي ما كان يتخمر كانها صالحة غير بعد يقبض شكل معين. سنقتي مكونة أصلا من الزرع ومتري وتجمخت وبعض من البهارات اللي موجودة خاصة في المحلة فنقجي وكرمو موجودين عندهم خاصين بهم. هذا يعدل على شكل دقيق وخوط ينقالوا سنقتي ولين ندار معه البن الرايب وينطرح أيام شوي يتخمر يعود ينقالوا دونو. مبربلي في المناطق الجنوبية شربة أنا أنصح بها في رمضان اللي هي شربة تعدل أصلاً من هذا الأقام واللي قالوا يقولوا الناس خلايق الحريثة يعني الحديش هذا صغير يقطع ويخلط مع ذاك هذا الأقام ولين يطيب ينقبض له شركاش يقولوا المنطقة الشركاش نوعية منه جيدة يصفر ويخلط به عود هذا الشربة يشرب شربته سب بربلي نوع سب والله مناطق جنوبية بالقمان يعدل في المناطق الشمالية ووجبة تعدل على أشكال هو من دقيق الشعير المصفر اللي أصلاً يصفر دقيق سامي يندق ولين يندق يقدر يخلط بالملحامي والسكر وينتكر هكذا لأنه جيد هو مصفر فيه هناك زين ويحل وتقدم ملي يعدل مرق يقولوا احنا صوص من الحم ونخلط معه الحم العادي المبلول والله تيشتها ويعود وجبة زينة جيدة تنتكر والله معدل من يعني شعيرة شعيرة وأفضل أنواع والله. شرشم موجود في تقريبا في جميع مناطق مرجان إلا أن بعض المناطق الجنوبية يتخذوا أساسا للدواء من الحرارة ينقبض له مغرج من, 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 من الريش ويطيب فيه الزرع بشنة بالخصوص ويبرد ويحلى ويعمل مولى الحرارة في المناطق الأخرى يعملوا كوجبة يعني يحلوا ويتكلوا ووجبة هاكو في منطقة الضفة مناطق الضفة ضفة النهر وجبة تعدل وملي يعدل كسكس ويعدل له مرق من, 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 من الحم والخلط الحم والحوت اليابس والحوت المبلول والبهارات طبعا المحلية ومعاها ورقة ورقة أدرقان شيشاخ أدرقان ورقها أخضر يندق ويندار معها يندار في صوص ذاك هو والله الكتلة تعدل في الواحات أساسا ووجبة تنتكل ضحى مع تاي وبالحومة باللي بها الطافلات يعني فيها ينقبض التمر وندق معها قرته وندار شوية من الدقيق إياك يتماسك وتعدل إنه كتلة هي لا كتلته وتعدل كراكيب وتنتكل وتسبق لتاي ويبلحوا بها الطافلات من جهة أخرى. أنا عندي توفى رسالة عن هذا عن جانب مهم تراثنا اللي لا يدخل عنا أراك حالا في رأس كهلات يابانيات وقال مفكر فريقي كبير قال أمادو أمباتيبا عن كل مسن في فريقيا يموت بمثابة مكتبة تحترق معناها أن هذا لا يمشي. الرسالة الأخرى الثانية وجهها من منبركم للفاعلين في المجال السياحي عنهم هذا خلى عنا ما هم مستغلين السايح منين مشى مبلهوك ماشي عن أرضه يدور شيء مغاير يدور لعاد كان في الخضرة يدور الصحراء ويدور ملي وجبات ويدور ثقافة مختلفة ما ينقبضون احنا ونعطوه صلاة وديوك وماشي هارب عنه. وفي نهاية جولتنا من السؤالات رانا نحنو تعليقاتكم ومشاركتكم للفيديو وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة بحول الله.